رح نعدلن هالضرب. اهلا وسهلا بونجور اهلا كيفكم مشان تبعت الورق ملفوف ورق عنب ورق طويل ايوه بدكم تشوفوها ايه اهلا وسهلا هي بدها تشوفها فما كحكحت لي قلبي ما بتعرف تلف وانا حيات قلبي هالاكل لا ولا يهمك هلا بتنحل المشكله وصار كل يوم فيك تاكل ورق عنب هلا كل الايام وين عم تاكل ورق عنب عند امك يمكن اكيد بتقول لك ما بتعرف يعني لا لا محشي كوسه لا 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 خلص هلا بدي لا انحلت مشكله ما تلقمك مش عم بتلقمك لا لا تفضلي هاي المحل اللي اخترعوا لك هاي يا جماعه طولوا بالكم نسيت كل الطبخات اللي بطبخها وقفت على ورق العنب هاي رز ولبن تفضلي طيب ولا معلي ستات البيوت وعم ياخذوا منا ما هيك يا مسيو باردون ستات البيوت اللي بيعطوا مين بعد بلف لك ورق عنب مو كلهم مين في غير امك بعد؟ ما تجاوبي خلص يلا طيب تفضل ما تعمل لي مشكلة قدام العالم هلا تفضلي طلعي هلا يا شو هي عم بتلفها؟ بس فرجيني بدنا نحط الورقة بهالطريقة والحشوة هون جوا وبس فكة صغيرة لك تفضلي ولا احلى من هيك انه هاي عجبتك يعني ايه وليكي مسكره مع الجواري كمان ما شو ما بفهم انا انه بدي اقعد كل النهار هيك يعني ما عم بفهم لا يا مدام مش كل النهار يعني طبختكم انتوا قد ايه مثلا نص كيلو رز ما في انا وياه بالبيت يا عمي بعشر دقايق بتخلص ما بدك كل النهار نص كيلو رز بنص ساعه بيكون خالص طب وصي بمحل وكون كرمال $5 يعني شغلني فيهم كل النهار بدي انزل عند اللحام وجيب رز ونقي الرز ولفهم واعمل واطبخهم طب شو شو من طبختي بدك تجيبي لحمه ورز شو من طبختي مش بس ورق عنب فرجيها خيي فرجيها بس هلا انت بس وصلتي لهالمكان ولا يعني انحلت مشكله عن جد انحلت مشكله خلص بس تاخذي لك علي ايه تكرمي تفضل ما كان فيك تجربي وتعلمك امك تلف ما كان فيك مكان يا استاذ ورقة ولا ليك عمر معروف ما تجيب سيره امي طباخه من الباب الاول اكيد انا متاكد علي بس هلا جاي بهدلها لمدام مش عم بهدلها بس انا يعني ندعني كده الطريق عم بهتني كيف ما بعرف لف ورق انا هلا شو جاي عم تقولي لها هلا يعني هلا بتصير انه واحد بيتعلم شوي شوي طب روق خليني اجرب شوف كيف بتحطها ايه ايوه بس ما ترفع يقين لفوق ايوه الحشوة لجوا ما تكتر كترتي الحشوة ما تحطيها كلها ايوه حطيها لجوا على الكعب بعدين على الكعب على الكعب لجوا 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 اخر شيء ايوه اخر شيء انا بقلي فاضي بس طولي لي بالك شوي لانه هون العيار صار شوي كثرة الحشوة تفضلي هلا كل ما بدك تطبخ بدك تنزل معي لعندي على البيت مين انا؟ ايه؟ والله انا بتشرف يعني بس حبيبي. مش هيك مش قصة شو عم تفتح له مجال فوت لي كمان حدا على البيت ساعدني بالطبخ خلقت شايفني يعني رايحة خالصة لا ما عم بفهم ما عم بفهم انا لا هي بليز لا بليز بليز لا بليز انه عشان عم تخبط يعني لا 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 يا عمي لا لا بليز لا دخيلكم مش هيك عيب ما عليه هي شفت يا عمي معقولة؟ 5 سنين طبخة ما عملت لي ايه بسيطة الأكبر منها ما عم يعمل طبخة يعني لا بليز بليز لا بليز لا مش هيك هي بليز ما حدا يتدخل القصه بيني وبين جوزي بتعمينا قتله بتعمي قتله القصه بيني تعا حبيبي ايه بس هو حلو مشاكلكم بالبيت يا قلبي مش هون عند العالم ومشكل وانفتح شو دخلك انت انه عيب يي معقول فيك ما تدخلي بيناتنا انا ما بتدخل ايه اعملي معروف خليك لا يي يي شبكون يي بس يا بس يا عمي لا بليز بليز مش هيك ولو لا بليز انت كمان يعني مش معقول يا عمي عم يضرب مدامته قدامي عيب طيب يي معقول طيب كيف يعني هيك لا بليز انت الثاني هديها شوي طيب جاي بضلك كمان السلام عليكم روح هزبها بالبيت وتعب لا بليز 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 لا بليز يا عمي لا يا الله يا ربي دخيلك يا عمي
تعا بليز بليز تعا. عم شو؟ رح يغدرني. أنا بفهم شغلي. ديانا بليز تعي ديانا. شو ديانا؟ تعال هون عم تشارعني. مين عم يشارع؟ أنت ما بتنتهي لي. روقي مالي بسيطة روقي عندنا لك كيف طلعنا بسرد الولد يا أختي بيني وبين جوزي شو خاصك أنت؟ قد ايه حقها المكنة؟ ما حلف ورق عنب لا يا عم بليز لا ازيها يا عم ازيها هيك بدك أنت عم بدك تحلي مشاكلك مع جوزك هون؟ عجبك طيب؟ طب حدا قالك تخترع مكنة مثل هاي وتنزلها على السوق؟ يا عمي ما أنا اللي اخترعتها بعدين ما بدك هو شايف الدعاية وخلص صار بده ورق عنب طيب بده شو يعني بده شو يعني بده؟ خلص عمي ما بده نحلوا عني ولو؟ نحن كنا عم نمزح معك هي لعبة اتفقنا مع السكرتير نعم حطينا الكاميرا برا برنامج تعيش تاكل غيرها والله اتفقنا مع يخرب ذوقكم هيك عن جد؟ اخبطوا ببعض بقى اخبطوا ببعض تعيش وتاكل غيرها وصحتك بتهيني